يعني بداية أشعر بأن هناك نوع من الفجوة العميقة ما بين الحضارة الغربية والحضارة الشرقية. هذه الفجوة تولدت ليس فقط من وجود عنصر التاريخ أو اللغة أو الدين أو أي عنصر آخر، لكن هنالك أيضا السياسة. السياسة لعبت دور كبير في توسيع هذه الفجوة وهذه الهوة الحضارية ما بين الغرب والشرق من جهة أخرى. عندما أتحدث عن السياسة لا أتحدث عن سياسة دولة، بل أتحدث عن سياسة مجتمع بشكل عام، المجتمع الغربي بشكل عام اتجاه القضايا الموجودة في الوطن العربي الذي يمثل بطبيعة الحال شرق هذا العالم. يعني أعتقد أن لدى المواطن العربي والشرقي بشكل عام استياء واضح من السياسة الموجودة في الغرب. هذا الاستياء مصدره انحياز الغرب للدولة التي يعتبرها المواطن العربي بشكل عام دولة عدوة له، ألا وهي إسرائيل. يعني المواطن العربي يعتقد أن هنالك تهديد من إسرائيل لأمنه وسلامته ولعيشه بشكل عام. أيضا التواصل التاريخي ما بين الشعب العربي من جهة والشعب الفلسطيني من جهة أخرى هو تواصل تاريخي، علاقة حميمة ما بين الفلسطينيين وأشقائهم العرب من جهة أخرى. لذلك نرى أن جميع الممارسات القمعية التي تمارسها إسرائيل اتجاه الشعب الفلسطيني تنعكس بطبيعة الحال كاستياء عام وغضب عارم لدى المواطن العربي. وبطبيعة الحال المواطن العربي يلقي باللوم على السياسة الغربية، دائما يعتقد أن أي قرار يدين إسرائيل سوف يكون هنالك فيتو أمريكي وسوف يكون هنالك فيتو بريطاني يحول دون إصدار هذا القرار من هيئة الأمم. إذا الفجوة مردها وجود نوع من سياسة الانحياز والاستقطاب يمارسها الساسة الغربيين اتجاه إسرائيل، الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على المواطن العربي. ربما إسرائيل الوضع الفلسطيني الإسرائيلي مثال، لكن أيضا المواطن العربي يتأثر بما يحدث في أفغانستان وبما يحدث في العراق. هنالك وحدة في الدين، هنالك وحدة في الاعتقاد، باللغة، وهنالك مصاهرة، وهنالك تاريخ مشترك يعني يرجع إلى أكثر من 1400 عام. هذا التاريخ لا يمكن محوه مهما تباعدت الجغرافيا. ما يحدث في أفغانستان المواطن العربي يشعر به كأنه يحدث هنا أمامه في الأردن أو في سوريا أو في أي بقعة من بقاع الدول العربية والإسلامية. لذلك ما تفعله أمريكا من انحياز للإسرائيليين أو من احتلال للعراق أو احتلال لأفغانستان أو تدخل في أي شأن دولة عربية هو ينعكس بظلاله بشكل أكيد على أي مواطن عربي موجود في أي دولة، حتى وإن كانت لا تتأثر مباشرة بالسياسة الأمريكية، لكن هذا الشعور بالحنق والغضب سوف يتولد لدى المواطن العربي لأنه سوف يشعر بالظلم. الظلم ربما لا يقع عليه لشخص، لكنه يعتبر أنه قد وقع على أخوه وعلى أقاربه وعلى أشخاص ينتمي إليهم ويكترث لهم. هذا ما أعتقد أنه سبب الفجوة الموجودة ما بين الحضارة العربية والحضارة الغربية من جهة أخرى. هذا ناهيك عن أن الغربيين ينظرون إلى الشرقيين بشكل عام على أنهم أمة نوعا ما متخلفة أو أنها من دول العالم الثالث ودول نامية، وأن المواطن العربي هو مواطن ليس من الدرجة الأولى، إنما ربما يأتي بدرجة ثالثة أو أقل من ذلك. وسياسة الشك والريبة اتجاه المواطن العربي بأنه متهم حتى يثبت اتهامه، هذا يؤدي إلى استبعاد المواطن العربي. المواطن العربي مواطن بشكل عام يسعد بالاختلاط بشعوب العالم بشكل عام. الفتوحات الإسلامية حدثت في العالم على مد التاريخ من خلال اختلاط العرب
بشعوب العالم عن طريق التجارة سواء شرقا أو غربا. كثير من الدول في العالم فتحها الإسلام من خلال فقط التجارة ومن خلال التجار ومن دون هنا وجود أي قوة مسلحة.